ولما رجعت للمدينة لمن اشتكت مولاتي زينب؟ اشتكت لمولاتنا أم البنين. لما دخلت عليها مولاتنا أم البنين اجت أم البنين تقوم وتطيح وين أهلك يا زينب براحة وتصيح وين شبوي الهاشم والمصابيح وين حسين والينا المشكور جتها العقيلة وقفت أمامها نادت وأخايا وعباسا يا لما نظرت إلي مولاتنا أم البنين صاحت وولدا وحسينا يا عاد تسأل أم البنين شلون أولادي مولاتي زينب يا ابنة الزهراء شلون أولادي بيض وجهي أمام الزهراء تقل أردن شديك يا عظم العين عن عباس واخوان الميامين اخاف انقصروا عن نصرة حسين وعند ام بخجل وجهي يتوسم لا يمي مولاتي تنادي ام البنين امه زينب تنادي ام البنين امه امه يا ام البنين لا يمي لا يمي لا يمي تقل ايش تقولي ايش تقولي ثلاث انعام من اخوة الطيبين والله بذلايا وكل جهدهم دون الحسين وقفوا سور ما دون المخيم انا شقلك عن ابو فاضل وخبرك تريد هنا العقيلة زينب تمدح اخوها الكفيل قمر العشيرة العباس عند امه ام البنين ام العباس تقل اشقلك عن ابو فاضل وخبر يا 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 وخبريت وقر عيونك بفعل وبشرك والله مثل حملات حدار حمل شبلك انشبنيت من هزرايت ولا حلم طهام اتقل يمنى يمنى المصايب بنت دار النوح يمنى يمنى وراح الجان للدلال والله راح الجان للدلال يا منى يا منى ترى سيف القطع للعباس يا منى يا منى قطع قلبي وهدم بيتي علي اي والله قطع قلبي وهدم بيتي